رمي حي رمي حي رمي حي قاعد يرمي. هنا الناصرية في محافظة ذي قار، وقد تحول ليلها كنهارها لا يهدأ، ماضية في التظاهرات رغم القمع الذي خلف عشرات الشهداء والجرحى خلال الليلة الماضية وما سبقها، في حصيلة لا تزال تصر الحكومة على براءتها منها ووجود طرف ثالث مسؤول عنها، دون تحديد أسماء أو جهات معينة أو تقديمها للمحاكمة منذ بدء الحراك منذ نحو شهرين. هذه الرواية ساهمت في تأجيج الطرف الأول وهو الشارع المنتفض الذي لم يقتنع بوجود هذا الطرف الثالث، بل أيقن أنه جزء من الطرف الثاني الذي لم ترق له هذه التظاهرات المشتعلة في بغداد وبقية محافظات الجنوب، التي رفعت سقف مطالبها لإسقاط النظام وأحزابه السياسية وخلاص العراق من تبعيته لإيران. قدمنا على الجسر مال الأحرار، طلعونا من الأفرع ما نعرف من رمي حي، وقاموا يضربون دخانيات ورمي حي وحتى أحجار يضربون علينا، قمنا نركض قاموا يضربون علينا ضربت وقعدت، بس اللي يقول ماكو رمي حي خليه يجي يشوف، كله رمي حي جاي يضربون علينا، ومال ساحبين السلاح من عندهم كله جديد. مسألة تخص حقوق الإنسان. بالمقابل تدرك السلطات في بغداد التبعات القانونية لهذه الجرائم، ما دفع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للاعتراف بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان وإدراج ما يجري في إطار الفتنة، تزامنا مع إحراق القنصلية الإيرانية في النجف التي كشفت النقاب عن عناصر أخرى في الطرف الثاني، وهي الميليشيات التابعة لإيران التي تتنصل كل الأحزاب من الاعتراف بدورها في قمع الحراك واعتبارها هي الطرف الثالث المسؤول عن قتل المتظاهرين السلميين. مطلوب من عندهم الآن موقف في دعم الحج الشعبي كما كان موقفهم سابقا، لأنه سلاح الضمان الأساسي لكي يحفظ هذا البلد هو حج الشعبي. لا سمح الله لا سمح الله إذا حصل أي تفريط حج الشعبي لن يبقى رأس على جسد. هذه المعادلة التي ربطت استمرار الميليشيات باستمرار النظام السياسي الحالي تؤكد صحة بوصلة المتظاهرين التي أدركت منذ اليوم الأول أن الحديث عن طرف ثالث مهرب لجأ إليه هذا التحالف المدعوم خارجياً من أجل تبرير جرائم قتل المتظاهرين بزعمه أن دماءهم ستذهب السودان، وهو ما يرفضه المنتفضون الذين قرروا تغيير الواقع واستعادة وطن اسمه العراق.